انا بس قبل ما اجاوب على السؤال ده عاوز اقول فعلا زي ما قال سيادة اللي هو محمد كده الغباري في موضوع التخطيط الاستراتيجي والمراحل الاربعه، ثلاث مراحل الاولى كانوا رد فعل. يعني رد فعل يعني ايه؟ يعني الارهابي بيقوم بتفجير خط الغاز 30 مره، فنقوم في، وكان الكلام ده في اغسطس 2011 بدانا بالعمليه نسر واحد. وفي اغسطس 2012 عندما تم مذبحه رفح الاولى تم برد الفعل بعد هذه المذبحه، واثناء الافطار بدات العمليه نسر اثنين. ثم بعد 1/7/2015 وده يوم سيكتب في التاريخ، وبعد ال 205 اللي هو تم قتلهم بدات عمليه حق الشهيد. لكن العمليه الشامله 2018 التي تدور الان هي دي الفعل وليس رد الفعل. اما بالنسبه لعقيده المقاتل، المقاتل له عقيده هي النصر او الشهاده، لا يترك سلاحه قط إلا عندما يذوق الموت، ده أول حاجة. نمرة اتنين، هناك شعار آخر لقواتنا المسلحة وهو يد تبني ويد تحمل السلاح.